المشيعون الكرام، أستميحكم عذرا. الحياة تستمر، الأنبياء انتقلوا من كتيف إلى كتيف، وهاش هو شيخنا الراحل يغادرنا، ولكن يبقى في ذكرانا. للشيخ الراحل كما ذكرت سالفا ابنان، الشيخ أبو مهنا علي أطال الله عمره، والشيخ أبو حسن يوسف، ينقلوها منه ليضعوها أمانة بين يديك. أنت يا أخي أبا حسن، أنت الإنسان المناسب في الوقت المناسب، أنت الشيخ الذي سوف تلقى على عاتقه المسيرة. نهني العبيد بحضرتك. أنت الإنسان العاقل، الشيخ الديان الذي نهلت الحكمة والوصايا من جلساتك الكثيرة الكثيرة التي جلسناها سوية مع عمنا المرحوم رحمة الله عليك يا عمنا أبا حسن. أبا سبحان من له الملك والملكوت، سبحان من له القدرة والجبروت، سبحان